بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب مهندس موقع ملاحظات هامة وسريعة عن نجارة الأسف. يجب قراءة اللوحات جيدا لمراعاة مناسيب أماكن الهبوط والقمر الساقط. ربما يكون في التصميم في كمرة مدفونة، وممكن تكون الكمرة المدفونة دي ساقطة مثلا عن منسوب التطبيق 5 سم 10 سم، فممكن تسهو يعني، وممكن أي واحد يغلط في التنفيذ فيعديها. فلذلك حضرتك لازم إنك تقرأ اللوحة كويس جدا علشان تعب واخد بالك إن في سقف السوليد ممكن يكون في كمرة ساقطة عنه 5 سم مثلا 10 سم، فلازم تلاحظ النقطة ديت في التطبيق بتاع السقف عشان تعمل حسابك في العرقات والحملات. بشكر حضرتك وبسألكم الدعاء، جزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.